صار كثير عم فكر فيكي وحاسس انه فيني احكي لك كل شيء واي شيء. وانا حاسه بنفس الشيء، بس يا يوسف انا ما بدي مشاعرك تختلط عليك، يعني نحن اصدقاء. يعني رايك انه ممكن الصداقه بين شاب وبنت؟ اكيد، واللي بيناتنا هو اكبر دليل على هذا الشيء. يعني يا يوسف العلاقه بين الشاب والبنت هي ما لنا شيء مندور عليه بالسوبر ماركت وبنحطه بالشوبين باك تبعنا وبنمشي. العلاقه هي شيء بيتطور وبيكبر مع الوقت. قبل ما اتعرف عليك كنت كل ما اشوف بنت كنت فكر فيها كعلاقه وبس. بس انت ما فكرت ولا مره هي شو بدها منك، لهيك انت ما كنت تنجح ولا علاقه من علاقاتك. بس بتعرف انا كثير مبسوطه برفقتنا، لانه انا كمان عم بتعلم منك مثل ما انت عم تتعلم مني، وبعتقد انه مع الوقت اثنيناتنا رح نتعلم مع بعض. فعلا انا من وقت تعرفت عليك وحاس حالي عم اتعلم كثير شغلات جديده، والشي اللي بيناتنا ممكن يضل صداقه وبس ويمكن يتطور لشي تاني. بس انت لا تدفعه، لازم تخليه يكبر ويتطور مع الوقت، واذا تطور اكيد رح تكون الاولويه الك، وانت لازم تفكر بنفس الطريقه لانه هي الطريقه الصح. وضعك عم يتحسن كتير وبسرعة، هذا بيعني انه فينا نخرجك عن قريب. ما تجي. لا ما وعدتك. هي هي المفاجأة. شو ما عجبتك؟ مو قصة ما عجبتني، بس ما توقعت. يمكن هالأيام أنا شاطر بكتابة الرسائل، يبدو لأنه الكتابة بتحررنا من الألم اللي جواتنا. أنا يا رشا مالي زعلان منك، أنا زعلان من حالي لأنه أنا ما عرفت كيف أتعامل معك، ويمكن ضغطت عليك وخليتك تعملي شغلات ما كنتي بدك تعمليها. أنا يمكن مثل أي شاب متهور عاطفي، بس أنا بعرف أنه أنا مديون إليك لأنك علمتيني شغلات كتير، وابتعادك عني خلاني أطلع لجوات حالي وشوف شغلات ما كنت شايفها. أنا ماني عارفان إذا حتقري هالرسالة ولا لأ. أنا بتمنى لك السعادة والفرح والحياة الحلوة مثلك تماما. يبدو أنا وعم دور عليك لقيت شغلات كتير جديدة، شغلات ما كنت بعرفها ولا كنت حق أعرفها لو طريقنا ما كان التقى حتى ولو لمدة قصيرة. مع كل الحب، تلميذك يوسف.